Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran li raisil haflah al-muwaqqar wa muraqibil waqt wal hakimin al-ajilin wal asatidha al-kiram. Yasurruna an nuqaddima amamakum muhawaratan arabiyyah min qissati salasati rijalin min bani Israel. Batu fil ghar li ajli al-matar. Fantabaqat alaihim sarratun fatawassalu bi salihi a'malikum wa kayfa hadwanuhum la utilul kalam wa iftitahan li hadhihi al muhawarah al mu'jibah min al an. Bainama salasatu nafarin min bani Israel yamshun إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل Masya'Allah, lan tatahalak wa lan tatahandak wa la qalilan. Kaifa naf'alu bihadha? Wallahi, innahu ya haulai la yujina illa sirqu. Fayid'u kullu rajulin minna bima ya'lamu annahu sadaqah bihi. Nabda'u bika. Kana istajaru qauman fashtaghalu wa 'amilu wa lamma faragu min shughlihim ja'u ilayhi fa'atahum ajrahum wa kana fihim rajulun ishtaghala ma'ahum walakinahu lam ya'khudh ajrahu wa tarakahu wa dhahaba. Ya qaum, hal faratu min syurikum? Ya al-mustajir, qad faratna min syurina idza lana an nutimma syurana. Baik, baik. Ya mustajib, ya mustajib, kum, laysa al-an waqta nawm, kum, kum, aina ma kulta, ya mustajib. Afwan, afwan. Khudu ujuratakum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu bi khairi ayyuh. Amin. Ayat tadi. Inni arahu mana alifan ba'dal fawr. Naam, walakin ra'aituhu dhahaban bi sur'ati min kubayli. Limadha? La adri wa ma ana biqadirin ala an amna am. La basa. Salawatu jatahu fil tijar.
وطالت المدة ومضى زمن كثير فسمر الأجرة وأثمرت كثيرا وكثرت منها الأموال فجاء الأجير الغائب وهو لا يجمع إلا في أجرته القليلة دراهم معدودة وإذا جحدها الرجل ولم يدفعها رجع خائبا ولكنه جاءه لأنه يحتاج إلى هذه الدراهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي شيء أساعدك؟ لحظة كأني رأيتك في المنادية. صدقت، إني أجيرك وقد استأجرتني في الماضي. ما شاء الله، أنت الآجر الثاني، ذلك الذي ذهب وترك الأجرة. يا عبد الله، إني رجل مسكين وأنا أحتاج إلى أجرة قليلة دراهم معدودة. يا عبد الله، أدي إلي أجري. ما شاء الله، قد انتظرتك في زمان كثير، الآن تأخذ أموالك. أين هي؟ هناك. يا عبد الله، لا تستهزي بي. لا أستهزئك، فكنت ترى من الإبل والبقر والغنم والركيب لك. الله أكبر، يا عبد الله، لماذا تفعل كذلك؟ إنك رجل كريم أمين، نفث الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وجزاك الله في الدنيا والآخرة. آمين. الجزاء الإحسان إلى الإحسان. لا أريد جزاء منك ولا شكورا. أرجو أولا. نعم. وقدم الله تعالى مسألتي فدعا ربه، اللهم إن كنت فعلت تلك ذلك بدواء وجهك فكشفنا عنا صخرة. وقد رضي الله عنه على هذه الأمانة والوفاء والكرم، وفرج لهم فرجة حتى يرون منها السماء. كان له أبوان كبيران وأولاد صغار،
وكان بارا بالوالدين شفيقا على الأهل والأولاد وكان يذهب كل يوم في الصباح إلى المرعى ويرعى الماشية ويرجع بها في العشاء فيحلبها ويسقي والديه وأهله وأولاده مرة ذهب الرجل بالماشية إلى المرعى فبعد في طلب الشجر والعلف اليوم نبعد في طلب الشجر والعلف لفقولة كثيرة من المراعى القريبة أوكي ابعي هنا وأنا أحتطب الحطب حوال هذه المنطقة وبعد ساعات ما شاء الله قد غربت الشمس هيا نرجع هيا نرجع وفي البيت ينتظر أبواه قدومه Iskini ya bi, ini
عطشان. كيف أسقيكم ولم أسقهما؟ إني إذا لم من الظالمين. لا 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 يا حبيبتي أسقيني فإني سأسقيكم بعدما تسقى. نعم فانتظرا وانتظرا وانتظرا استيقاظ والديه وباتا قائما وانقده على يده ثم طلع الفجر واستيقظ والداه فقدم الرجل لهما قدح اللبن فشربا. يا أبي اشرب هذا. فدعا ربه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما نحن فيه من هذه الصخرة. آمين. وقد رضي الله عن هذا الرجل الذي كان بارا بالوالدين، رضي الله عن هذا العمل الصالح وقبله، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. والثالث كان له ابنة العم التي جن جنون حبه لها وكان طلب منها نفسها فأبت حتى رفعة السماء أو سعة الأرض لأقضينها كلها. جميلة والله لتعلمين إنك أحب الناس إلي. نعم علمت بهذا وأرجو أن تعفواني فيما تقدم بيننا. لا بأس لا بأس جميلة، هذا أمر يسير لا بأس لا بأس. الآن في قريتي شديد أصابنا شديد الحاجة إليك، لم أجد إلا قليل من الحاجات وأرجو أن تساعدني. هذا أمر تافه وسهل جدا جميلا. كم تريد؟ شكرا جدا وأقبلها بشكر. جيد أعطيك 20 و100 دينار تكفي؟ كفيت بها
شكرا جزيلا. لكن بشرط. بشرط؟ ما شرط هو؟ تريد أن تحلو ببعض فقط. تستحي؟ أستعان. في ليلة غدا. نعم. وفي الليلة الموعودة. جميلة. نعم. جميلة جميلة. ادخلي 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 جميلة. اجلسي هنا. جميل والله. اتق الله ولا تبض الخادم الا بحقه. استغفر الله استغفر الله. فدعا ربه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ولما انتهى دعاؤه فكشف الله عنهم ما بقي فخرجوا من هذا الغار. أيها المشاهدون المحترمون، ما هي العبرة من هذه القصة؟ لا شك أنكم لتعرفون من هذه القصة فضيلة بر الوالدين وفضيلة خدمتهما وإيثارهما على سواهما من الزوجة والأولاد، وفضيلة العفاف عن المحرمات ولا سيما بعد القدرة عليها، وفضيلة حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. وتظهر لكم آثار الأعمال الصالحة للعبد عند وقوعه في الشدائد والمهمات فينجيه الله تعالى منه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلى هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.